أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. عفا الله عنك لما أذنت لهم حتى يتبين لك الذين صدقوا لما أذنت لهم حتى يتبين لك الذين صدقوا وتعلم الكاذبين. لا يستأذنك الذين يؤمنون بالله واليوم الآخر أن يجاهدوا بأموالهم. أن يجاهدوا بأموالهم وأنفسهم والله عليم بالمتقين. إنما يستأذنك الذين لا يؤمنون بالله واليوم الآخر وارتابت قلوبهم وارتابت قلوبهم في ريبهم يترددون. ولو أرادوا الخروج لأعدوا له عدة ولكن
ولكن كره الله بعاثهم فثبطهم وقيل اقعدوا مع القاعدين. صدق الله العظيم.